ديرنييرمون كنا مشينا نشوفوا البرازي عبد القادر الله يرحمه مسكين، ونتلاقى مع اخوه البرازي الكبير الهاشمي. الهاشمي اللي كان تيحبس ضدنا، وانا البيت ديالي احسن بيت اللي تنقول ماركيت هو كونتر بركان. هو يقول لي عقلتي اش درتي لي؟ قلت له وراه مسكين خوه مات دابا ميت وهذا وبقى باش يبدل. قال لي عرفتي راه ديما تيشدوا بيت يقول لي عقلتي مصطفى اش درتي؟ قلت له شوف انا كنت كرون غارديا ما كان عليا كرون جوار الحمد لله، لان بغى يلعبوا انا جيب كوره بغى يلعبوا لور جو وانا في السانتر هما طلعوا ضربتها وهو تا هو تيخرج بحال اللي بيها ماشي استطلع من ساك ضربتها وسط منه وديماريت عليهم على الديفونس ديال بركان. مي مسط هو خارج هاد 18 شي 35 متر باش خارج درت بحال غادي نمشي كوطي كوش رجعت ليه بحال طاح وانا نزيد دابا الشبكه خاويه دوك اللعابه ديال بركان جايين يجروا ماشي يجيو عندي ياخذوها لا مشاو يجريو البوطو واحد الوقت هو ناض ملي طيحته هو يبان لي غيجي يديها وانا ندير لي داك الراطو الطبيعي تلاح الجهه الاخرى خليت هذوك ترجعوا عاد هو نهز عليهم وجبدها لي مسكين ذاك النهار. قلت لي هذوك راه بارمي زعما اللي بيت لي اللي كنت ماركيت مع الراجل اللي كانوا لان في هذاك العام 84 لان كان تيدار احسن بيت في البطوله ديال المغرب كان تيدار كانوا كيداروا بزاف الحوايج زوينين ذاك العام كانوا لي كات برومي فيهم الاول ديالي الثاني ديالي والثالث ديال عبد الرحمن والرابع ديالي عبد الرحمن عمر اربعه الواحد هادشي اللي هادشي اللي في التلفاز هادشي كانوا تيبينوا الناس تتفوطي وهذا وهذا وكان من الان دو الو كان البيت الاول ديال بركان البيت الاول ديال بركان والستات لا البيت الثاني ديال الستات البيت الرابع البيت الثاني ديال ملي كان بيت ثاني مع السطات لا لا في الكلاس لا ديالي لا بيت الاول كان ديالك وديالي عاوتاني والبيت الثاني ديالك كلشي ديالك انت صافي اخويا الله ما بقيت نهضر معاك انا كاع